بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أسجل شكري إلى أبطال العراق، أبطال قوات المسلحة، جيش العراق البطل، قواتنا في الحج الشعبي والباشمركة، وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية التي عملوا بكل قوة لتحرير كل مناطقنا من الجماعات والعصابات الإرهابية. وكذلك أود أن أشكر كل الذين عملوا بكل قوة لإعادة إعمار محافظة نينوى والتخطيط لهذا الإعمار. هذه المدينة، مدينة الموصل، هي نموذج للتعايش ونموذج للتنوع العراقي الذي هو عنصر قوة عندنا حقيقية، نموذج للتعايش والتسامح، ونموذج أن العراق يمتلك الكثير من القدرات البشرية والكفاءات في هذه المحافظة الطيبة بأهلها بتاريخها. وكذلك أود أن أشكر الجهود الاستثنائية التي بذلها زملائي في الحكومة العراقية، السيدة وزيرة الإعمار والإسكان، وكذلك السيد وزير التخطيط الذي بذل جهد طيب في الأيام الأخيرة لكي نفي بهذا الوعد الذي وعدنا فيه لأهل نينوى بتحقيق أمنيتهم في بناء أو إعادة إعمار مطار الموصل. وكذلك سجل شكري إلى محافظة نينوى وكل العاملين بها، وكذلك لجنة إعمار نينوى، وكذلك مجلس أعيان الموصل، هذا المجلس الذي كان دائما ينبه الحكومة عن بعض الملاحظات وكنا نأخذ بها وكان يسجل بعض الأخطاء ونتابعها. هذا المجلس الذي يعكس طيبة وحرص الناس في هذه المحافظة. نعم، هناك جهود جبارة تنجز عرض يوميا من أجل الإعمار، وأنا شخصيا أتابعها وأتابع تفاصيل التحديات ونعمل على تبديل هذه التحديات من أجل أن نبعث رسالة أن العراقيين يستحقون الحياة وأن العراقيين قادرين على تحويل التحديات إلى فرص نجاح، وإن شاء الله هذه المشاريع تستمر في البناء والإنجاز وخدمة أبناء هذه المحافظة. اليوم جئتكم بعدما وعدتكم في زيارة أخيرة أنه خلال شهر سوف نقوم بإنجاز ما وعدناكم في قضية تنفيذ أو وضع حجر أساس لهذا المطار. تأخرنا بعض الشيء، ولكن من أجل تدليل كل الموانع والعقبات القانونية حتى يكون إنجازنا إنجاز صحيح. مشروع مطار الموصل مشروع استراتيجي ومهم لأبناء المحافظة، وسوف نضع حجر أساس اليوم، وسوف يتم العمل والمباشرة بهذا المشروع من اليوم. مدينة الموصل عانت الكثير من سياسات التخبط والإرهاب وسوء التخطيط، وإن شاء الله ما حصل في الماضي لن يتكرر لا في الموصل ولا في نينوى ولا في عموم العراق. كيف نحول هذه التحديات إلى فرص؟ نحتاج إلى التكامل والتعاون جميعا من أجل أن نستنهض الطاقات لبناء عراق يليق بالعراقيين. نعم، هذه الجهود سوف لن تضيع، ولن نسمح للفاسدين أن يعملوا على استثمار هذه المشاريع لتبذير أموال الشعب، وستكون نتيجة كل من يحاول العبث بهذه المشاريع من أجل مصالح شخصية أو لجماعات العصابات أو الفاسدين سيكون مصيره حال الإرهابيين الذين حاولوا تدمير هذه المدينة. لقد عملنا منذ اليوم الأول على الاهتمام بهذه المحافظة وعموم المحافظات بالرغم من كل التحديات التي تمر بها الحكومة، من تحديات سياسية واقتصادية وأمنية. نجحنا أن نعبر التحدي الاقتصادي وكذلك التحدي الأمني، واليوم نتمنى من الكتل السياسية أن تتحمل مسؤوليتها بحل موضوع الانسداد السياسي من أجل العراق ومن أجل مستقبل العراق. قبلنا التحدي
وعملت هذه الحكومة منذ 28 شهر ولحد هذه اللحظة لم يكن هناك دعم لهذه الحكومة لكي تقوم بإنجاز موازنة. الآن في عام 22 والشهر الثامن لحد الآن بسبب تأخر تشكيل الحكومة لا توجد موازنة، وأتينا في شهر آيار من عام 20 وبقت إلى الناس بدون موازنة. فمن غير معقول أن نقوم بخدمة المواطنين والحكومة مقيدة أو ممنوعة من العمل أو التصرف بالمال الذي منه الله علينا بثروات العراق من أجل بناء العراق. وعليه أتمنى من الجميع العمل بكل قوة لحل موضوع النساء السياسي واللجوء إلى الحوار لحل الخلافات. ما عندنا خيار غير الحوار. الحوار ألف سنة أفضل من اللحظة نصطدم بها كعراقيين. نحن سعداء اليوم بأن نضع حجر أساس سوية كممثلين عن الشعب العراقي، وزراء، نواب، ممثلين عن هذه المحافظة، الذي يجب أن نشيد بدورهم في متابعة هذا المشروع. مطار موصل سوف يوفر فرص للعمل وللنقل وتسهيل حياة المواطنين. يجب أن نشيد بالمشاريع الأخرى في هذه المحافظة، من ضمنها إن شاء الله قريبا نأتي لنفتتح مشروع إعادة إعمار جامع النوري، هذا الجامع المهم والموجود في ضمير أهل هذه المحافظة وضمير كل العراقيين. ولا بد أن نشكر من عمل على إنجاز هذا المشروع من يونسكو، من منظمات دولية، وكذلك المكتب الاستشاري التابع لجامعة الموصل، وكذلك الأخ راكان العلاف. أمل أن يكتمل هذا المشروع في القريب العاجل. عشتم معاش العراق وعاش العراق العظيم، ويجب أن نعمل سوية يدا واحدة من أجل أبنائنا وأحفادنا ومن أجل التاريخ. شكرا جزيلا.